احنا جمهوريين كنا اعضاء فيما سمي بالمؤتمر القومي للدفاع عن الديمقراطيه. بعدين بعض الاخوان زي ما كان كلام الاخ التجاني امبارح محمود منزعج جدا على الحزب الشيوعي، بعض الاخوان قالوا انه الجمهوريين بيدافعوا عن الشيوعيه. احنا بالحقيقه بندافع عن حق المواطن اللي يكون عنده حق اساسي، لان الوضع مش هو محاربه الالحاد، هي ان يكون في ديمقراطيه او ما في ديمقراطيه. تعديل الماده 5-2 يعني ان تسحب الديمقراطيه من البلد بحجه محاربه الالحاد. لما تنسحب الماده 5-2 بكره يمكن الوضع ده ذاته المطلوب منه الحق في تكوين الجمعيات باي صوره من الصور ان يعدل بصوره يشمل جبهه الميثاق نفسها. انتوا تتذكروا بامكار لما قدم اقتراح بحل جبهه الميثاق لانها جمعيه ارهابيه؟ تتذكروا الكلام ده؟ والاقتراح ده قدم وكانت فيه وساطات الا يناقش. هل يمكن نحن النهارده سكتنا عن حل الحزب الشيوعي لانه ملحد، استكمل المساله بالصوره دي، بعدين تقوض النظام الديمقراطي الدستوري تقوض، اصبح ما هو دستور. هيجي بكره الاحزاب الكبيره تحاول ان تحل الاحزاب الصغيره اللي فيها افكار ومزعجه لها. جبهه الميثاق تحل بنفس الوضع ده، الحزب الجمهوري يحل بنفس الوضع ده. بعدين الاحزاب الكبيره تصفي برضه بعضها. كل حزب كبير يمكن ان يكون عنده اغلبيه ميكانيكيه يعدل بالصوره اللي يبطل نشاطات لغايه ما يبقى عندنا حزب واحد. وجيت طوالي في مواجهه الدكتاتوريه القبيله بدات بحل الحزب الشيوعي لانك انت غفلت وخليت الديمقراطيه قوضت. فالموضوع هو الدفاع عن الديمقراطيه مش الدفاع عن الشيوعيه. بعدين انت عايز تحمي عقيده الشعب من من الشيوعيه. عايز تحمي الشعب الا يكون شيوعي. في فراغ تشريعي مش في فراغ دستوري. الدستور بالحقوق الاساسيه كامل اوضع التشريعات اللي بتخلي الانسان اللي بيدعو للالحاد يكون من واجبه اولا الا يخاف الناس القصه اللي يضللهم ويتهرب. يعني يجي مع ناس زي بالصوره دي ويدعو للالحاد ما شاء. ان بقى انتم كلكم ما استطعتوا ان تهزموا الملحد يبقى احسن يدعوكم للالحاد.